محمد. أولاً الموقف كان مميز، والوقفة كانت ضرورية من نادي الاتحاد للحفاظ على الحقوق أولاً، لمنع التجاوزات ثانياً، للحفاظ على كرة قدم خالية من أي تدخلات وأي ضغوطات وأي أمور تعكر صفو المباريات ونزاهة المنافسة وعدالة المنافسة والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وكل ما نراه ككرة قدم طبيعية. موقف نادي الاتحاد يعني كان لحفظ الحقوق، ويمثل كل نادي سعودي، يمثل رياضتنا، يمثل مواقفنا عامة. السعودية ثابتة في كل المجالات. اللي حدث اليوم كان في تنسيق مميز واحترافية من نادي الاتحاد بالتواصل مع عضو الاتحاد الآسيوي أو مراقب المباراة، و يعني رغم انه البيان اللي صادر كان عايم غير يعني تارك الامور على كل الجهات، ما هو واضح ابدا ايش اللي حيصير، انه تم الغاء المباراه بسبب مواقف غير متوقعه او امور غير متوقعه، هذا لا يدل ابدا على الاتجاه اللي حتتجه له الامور، ولكن الاتحاد واضح انه نسق جيدا وعنده كان مطالبات واضحه قبل بدء المباراه، واضح انه انتظر ونسق مع الحكم، والحكم اعطى مهله للفريق الايراني ومسؤولي الملعب لتعديل الامور او الانسحاب، والاتحاد اخذ موافقه مسؤول المباراه للمغادره، والحقوق باذن الله اتوقع انها محفوظه. خليني اقول انه قبل ما نتكلم عن اخطاء الغير، بصراحه احنا كسعوديين فخورين جدا بما نملكه من احترافية، وإحنا نستقبل ملايين الوفود الرياضية والضيوف المملكة القادمين في كل المجالات، سواء الرياضية بالبطولات اللي قاعدين نسمعها، وسواء كرة قدم أو غيرها، أو لأغراض تجارية أو لأغراض دينية أو لأغراض زيارات. المملكة هي القلب اللي واليد الممدودة للجميع بكل احترافية. الحفاوة السعودية ماركة سعودية عالمية مسجلة باسم الشعب السعودي والقيادة السعودية، فخورين بهذه المعاني، وهي دروس نصدرها للعالم ككل.